محمد بوغيدو مكلف بتتبع وتقويم مشروع إحداث معهد للتكوين في مهن محاربة الأمية. فهذا المشروع كينخرط في المجهودات اللي كتقوم بها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، خاصة فيما يتعلق بتجويد التدخل ديالها من حيث المهننة ديال مختلف المتدخلين، خاصة المكونين وكذلك المؤطرين ديالهم والمكونين ديال المكونين والإداريين كلهم اللي كيدخلوا في الحكمة ديال هذا المشروع. فهذا المشروع اللي كيتمول من طرف الاتحاد الأوروبي وكيتم التنفيذ ديالو من طرف الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وبدعم تقني من اليونسكو، تم تنظيم هذه الندوة هذا النهار من أجل تعبئة مختلف المتدخلين في هذا المجال، وكذلك من أجل إخبارهم بهذا المشروع و يعني والوقوف على عند أهم المكونات ديالو، وكذلك كيفية التنفيذ ديالو على المستوى الميداني، خاصة أنه تم التجربة ديالو في جوج الجهات ديال المملكة، جهة بني ملال الخنيفرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة. نعم، هناك جدول زمني لهذا المعهد، يعني غادي يتم التنفيذ ديالو، المشروع يتم التنفيذ ديالو على مدى سنتين، فالسنه الاولى تقريبا غتكون مخصصه لوضع الاسس ديال الاحداث ديالو، والسنه الثانيه غتكون التشغيل ديالو، يعني عن طريق تكوين هؤلاء المتدخلين بطريقه، يعني التكوين غيكون عن بعد وكذلك حضوريا. العدد ديال المكونين هناك على المستوى الوطني عدد يفوق 16,000 مكون تابعين لبرنامج جمعية المجتمع المدني على المستوى الوطني. محمد بغروم، منسق مشروع إحداث معهد تكوين في مهن محاربة الأمية. إذن هذه الندوة هي الندوة الأولى اللي غادي تواكب هذا المشروع ديال إحداث هذا المعهد اللي هو معهد لا مادي في تكوين ديال المهن ديال محاربة الأمية. وشنو هو الهدف منه؟ الهدف هو المهننة ديال سياسة محاربة الأمية من أجل رفع المردودية ديال سياسة محاربة الأمية لدى الكبار. وفي هذا الإطار هذه الندوة اللي فيها خبراء دوليين وخبراء وطنيين وكذلك مسؤولين على الصعيد المركزي والترابي، هي ندوة ديال الانطلاقة ديال هذا المشروع، واللي فيه ثلاثة ديال المحاور. أولا المحور الأول وهو محتوى التكوينات، وهنا غير ملاحظة بأن هذا المعهد تيخص أربعة ديال المهن: المنشط و هذاك اللي تيعاون المنشط، وكذلك المكونين والمدبر. وهاد الاشغال فيهم ثلاثه ديال المحاور: المحور الاول وهو محتوى التكوينات، والمحور الثاني وهو التعليم عن بعد، وهذه من بين المستجدات ديال هذا المشروع اللي غادي يدخل التعليم عن بعد في مقررات محاربة الأمية، وكذلك المأسسة ديال هاد المعهد. إذن فهاد المعهد غادي هاد المشروع غادي يمتد على سنتين. السنة الأولى وهو تطوير هاد البرنامج، والسنة الثانية وهو التجربة ديال هاد البرنامج في جهتين: جهة بني ملال وجهة طنجة، على أساس إن شاء الله التعميم ديالو فيما بعد.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.